بسم الله، اهلا بيكم يا شباب. ان شاء الله في الفيديو ده هوريلكم مكونات نظام طاقة شمسية مرتبط بشركة الكهرباء. ببساطة شديدة، نظام الطاقة الشمسية او محطات الطاقة الشمسية لازم يكون عندي المكون الرئيسي لأي محطة طاقة شمسية اللي هو البي في موديولز، او اللي احنا بنسميه الجنريتور. يعني الواح الطاقة الشمسية هي دلوقتي الجنريتور او المولد اللي بيديني كهرباء. السؤال، بيديني كهرباء نوعها ايه؟ زي ما قلنا في الفيديوز اللي قبل كده، بيديني كهرباء نوعها دي سي. يبقى اللي هيطلع الخارج اللي بيطلع من مجموعة الالواح المتصلة مع بعض على التوالي او على التوازي بيطلع دي سي، دايركت كارنت. تمام؟ طيب انا لو عايز ابقى متصل بشركة الكهرباء اللي موجودة عندي في البلد، شركة الكهرباء دايما بتبقى اي سي. ده معناه ان انا لازم اجيب جهاز يحول شكل الكهرباء اللي بيطلع من الالواح الدي سي اللي هو الدايركت كارنت الى شكل الكهرباء اللي بيتناسب مع شركة الكهرباء اللي هو الاي سي، الالترنيتد كارنت او التيار المتردد او المتغير. ببساطة شديدة جدا، لازم اركب عندي انفرتر اللي هو العاكس. الانفرتر زي ما انت شايفه كده بوكس، عبارة عن جهاز الكتروني بيحول الطاقة الكهربية اللي شكلها دي سي، اللي هي الدي سي فولتج والدي سي كارنت اللي هو الناحية اليسار، بيحولها الى اي سي اللي هو التيار المتردد. طبعا عشان اعمل حمايات على الانفرتر وعلى الالواح بركب مفتاح فصل على الحمل قبل الانفرتر، بعد الالواح وقبل الانفرتر بركب مفتاح فصل دي سي. طبعا هنا احنا بنشوف ان في ناس بتركب بريكرز، تمام، في ناس بتركب ديسكونكت سويتش. طبعا في بريكرز وديسكونكت سويتش خاصة بالدي سي، وبركب جهاز حماية ضد ارتفاع الجهد او زيادة الجهد، الاوفر فولتج بروتكشن بتاعي. انا بركب ديسكونكت سويتش مفتاح حماية، تمام، من ناحية الدي سي، وبركب حماية ضد ارتفاع الجهود. هاجي الناحية التانية من الانفرتر او العاكس، بركب مفتاح فصل اللي هو الاي سي ديسكونكت سويتش، وبرضه بركب حماية ضد ارتفاع الجهود من ناحية التيار المتردد. بعد كده باخد الخارج بتاعي واروح داخل على، تمام، عداد. العداد ده بيدخل لي على اللوحة اللي هي بيسميها هنا خلية التوزيع او لوحة التوزيع. باخد منها اروح رايح، طبعا من اللوحة بتاعت التوزيع بيبقى فيه مفتاح الرئيسي اللي داخل على اللوحة، وبعد كده بدخل على عداد، وبعدين اروح رايح على الاحمال بتاعتي. يبقى دي اللوحة الرئيسية، تمام، بتاعتي، وانا بركب العداد، وبعديها بعد العداد بيبقى في عندي الاحمال بتاعتي. يبقى انا كده وصلت او قدرت اشرح رسمة بتقول والله عندي محطة اون جريد واصلة بشركة الكهرباء، تمام، من خلال العداد هنا او من خلال لوحة التوزيع، وواصلة طبعا هنا بالاحمال بتاعت البيت او المبنى اللي انا بركب فيه محطة طاقة شمسية. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.